أي دولة في العالم ممكن نقول عليها دولة متقدمة أو دولة قوية أو دولة متخلفة أو دولة ضعيفة بيقاس على مدى اهتمامها بموضوع البحث العلمي والعلم بشكل عام. البحث العلمي مثلا في مجال الزراعة عشان يعرفوا يعملوا زراعات كويسة ويأكلوا نفسهم. بحث علمي مثلا في مجال التسلح أو السلاح عشان يبقى عنده سلاح قوي يدافع عن نفسه أو يخش أي حرب. سلاح أو بحث علمي بخصوص التكنولوجيا مثلا عشان يعمل أجهزة جديدة أو حاجات حديثة فتبهر العالم فكل الناس كلها في الكرة الأرضية تشتريها ففي اقتصاد كبير جدا في كثير من المجالات. وشفنا عدد كبير من الدول العالم اللي اهتمت بالبحث العلمي وبناء عليه تقدمت. مصر هل بالفعل ناوية إن هي تهتم بالبحث العلمي عشان مصر تطلع لقدام؟ أما زلنا زي ما احنا؟ معايا ضيفي الدكتور ماهر حسن وصفي أستاذ الفيزياء بكلية العلوم جامعة السويس. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. منورنا حضرتك. الله يحفظك. سمعنا كثير من الأقاويل إنه الميزانية 2012-2013 الميزانية زادت فيها البحث العلمي تقريبا 7.1%، يعني تقريبا الضعف. هل ده نواة حسنة لإن احنا نبتدي في المستقبل القريب أو البعيد إن احنا نهتم بالبحث العلمي؟ هو طبعا نواة، لو قلنا نواة لكن طبعا مش كافية، يعني نواة بس مش كافية، لكن نعم. على قد الموجود او متوفر حاليا. نعم. طبعا انت عارف ان احنا بنمر بازمه اقتصاديه يعني، لكن انا اتعشم ان شاء الله ان في المستقبل القريب الوضع هيكون افضل. احنا مصر تعتبر في مجال البحث العلمي تعتبر رقم كام، او احنا رقم كام بالنسبه للدول المتقدمه يعني تقريبا؟ والله هو السؤال صعب شويه، لكن انا اجاوب على حاجه افضل من يعني اكثر اتجاها يعني واقعيه، اني لو اتكلمت عن جوده الباحث العلمي. نعم. الباحث المصري. انا اعتقد ان الباحث المصري عنده جوده عاليه جدا. تتوفر فيه ميزات مش موجوده في كثير من شعوب الارض. عنده صبر، عنده قدره على انه يستفيد من اللي موجود ويوظفه لتحقيق الهدف المطلوب. بيشتغل بأقل ما هو موجود من إمكانيات عشان يحقق حاجة، لكن طبعا إحنا محتاجين دفعة قوية عشان نوصل للدول المتقدمة. نعم طبعا. عندنا أمثلة كتيرة جدا من رموزنا الكثيرة في وسائل العلم المختلفة، إذا كان في الطب، إذا كان في الفيزياء، إذا كان إذا كان إذا كان. وليه الناس دي ما بتظهرش في مصر؟ ليه دايما بنلاقي علماءنا بيظهروا برا مصر؟ ما هو حضرتك زي ما انت عارف انك عشان تعمل بحث علمي محتاج لبيئه تحتضن هذا البحث العلمي. ما معنى كلمه بيئه تحتضن؟ بيئه معناها ان في مشروع وطني يهتم بالعلم ويعتبر العلم ده استثمار وليس مجرد انفاق. الانفاق على العلم ده استثمار، لان ما تنتجه من البحث العلمي بهدف محدد بيتم بعد كده تسويقه ويتم الحصول منه على مكاسب عاليه جدا. نعم. فبالنسبه لنا احنا هنا طبعا بنحاول بقدر امكاننا ان احنا نوصل الى حاجه. ولكن طبعا عندنا رموز ممتازين جدا، عندنا الدكتور معروف طبعا في مجال الكلى، دكتور غنيم، عندنا الدكتور احمد زويل، عندنا الدكتور مصطفى السيد، وغيره كتير من العلماء المصريين. الناس دي وجدت بيئه احتضنتها وبالتالي اظهرت ما عندها من قدرات. نعم. وبالتالي هو ده في وضع يعني في تصوري السبب الاساسي. يعني كثير بنقول وبنسمع عن الدكتور احمد زويل من قبل ثوره 25 يناير، الدكتور احمد زويل موجود في مصر وهيعمل مشروع، الدكتور احمد زويل لا خرج بره مصر ومش هيعمل المشروع، الدكتور احمد زويل رجع بغض النظر عن التفاصيل الكثيره والمشاكل اللي احنا كنا بنقراها في وسائل الاعلام كثيره في الفتره اللي فاتت. الدكتور احمد زويل لو وقفنا وجنبه واحنا وبالفعل عمل الخطه اللي هو بيتمناها لبلده، ده المفروض ان احنا نؤتي ثماره امتى؟ هل سنتين، ثلاثه، 10، 20؟ قبل ما نتكلم في الموضوع ده لازم نعرف ان الدكتور احمد زويل وشخصيه مصريه اصيله تحب مصر الى النخاع. تمام. ويهمه جدا ان هذا الوطن يصبح في مصاف الدول الكويسه. كويس. هو حتى مشروع
وعلى الناس هنا انها تساعده على تحقيق هذا المشروع. تمام. انا بلاحظ ان في ناس بتحاول تضايقه او تعكسه او تمنعه او تضع عراقيل. انا بتصور ده مش في صالح مصر. نعم. انما امتى نحصل على ثمره هذا الكلام؟ طبعا هتاخد شويه وقت. لان انت بتنتج بتحاول تزرع بيئه علميه في افراد محددين وبتحتضنهم وشويه شويه لغايه ما يوصلوا ان هم يبقوا باحثين على مستوى عالي وبتوفر لهم البيئه اللازمه ليهم. واعتقد ان هو ماشي بمخطط جيد جدا وان شاء الله هيحقق شيء كويس لمصر. دكتور انا من ضمن الحاجات اللي قلتها في المقدمه انك انت البحث العلمي في الزراعه في الاسلحه في في التكنولوجي شايفين طبعا الفار ايست قد ايه هم الشرق الاوسط الاقصى قد ايه هم يعني متقدمين علميا اذا كان اليابان اذا كان الصين اذا كان في الصناعات المختلفه. ايه احدث تقدر تقول لي في مجال الفيزياء ايه احدث حاجه حصلت في التقدم العلمي في البحث العلمي؟ والله حضرتك شوف هو الفيزياء طبعا انت تعلم ان الفيزياء دي انا بعتبرها هي اساس العلوم للتكنولوجيا. عشان تبقى عندك تكنولوجيا لازم تكون عندك قاعده فيزيائيه جيده بل قويه وبناء عليها تقدر توصل الى كثير من الانجازات. نعم. لو بصينا مثلا النهارده نلاقي الولايات المتحده الامريكيه بتهدد ايران بايه؟ عندها قنبله اسمها القنبله الكهرومغناطيسيه. يعني ايه بقى؟ معلش. دي عباره عن معده. احنا سمعنا عن النوويه انما الجديد بقى ايه بقى؟ الكهرومغناطيسيه دي بتطلع موجات كهرومغناطيسيه اشعاعات كهرومغناطيسيه زي اشعاعات الراديو زي التلفزيون بس هي ليها قدره عاليه جدا عن طريق انه بيحصل يعني هي ليها اكتر من تكنيك لكن ملخصهم في الاخر ان تطلع موجات كهرومغناطيسيه بقدره عاليه جدا في زمن قليل جدا. فينتج عن كده وهي في الجو اي جسم معدني يقابل الاشعاعات ديت تتحول فيه الى كهرباء. فلما كنت قدره عاليه جدا وتدخل الى هذا الجسم المعدني يبقى تيار الكهرباء عالي جدا يحرق الاجهزه الالكترونيه اللي موجوده. فلو عنده هو مثلا في حاله حرب او في حاله حتى سلم لو اطلق هذه القنبله من طياره على ارتفاع عالي كل الاجهزه في العالم فيها قطع معدنيه ابسطها سلك الكهرباء اللي وصل للكوبس ده يشتغل كانه انتنه تدخل فيها الموجات تروح داخل على الجهاز تحرقه. اذا كده حرق له جميع الاجهزه الالكترونيه لا في اتصالات ولا في كمبيوتر شغاله ولا تلفزيون يشتغل ولا عربيه ممكن تشتغل ان هو ممكن بيدخل من خلال الانتنه يروح داخل حارق حضرتك عارف طبعا العربيات فيها اجهزه الكترونيه دلوقتي يروح حارق لك البورده بتاعت العربيه بس توقف العربيه. دبابة نفس الشيء اي حاجه جهاز توجيه صواريخ اي شيء عمود نور يبقى هو طبعا ده حصل في هاواي هذا الكلام اما عملوا اول تجربه لقنبله هيدروجينيه فوق هاواي لا لاحظوا انه على بعد مئات الاميال جميع عمليه النور في هاواي اتحرقت وجميع اجهزه الاتصالات في استراليا توقفت والسبب كان التأثيرات الكهرومغناطيسية اللي نشأت من القنبلة الهيدروجينية. قنبلة الهيدروجينية. وبالتالي خدوا من هنا الفكرة إن ده تأثير اسمه تأثير كومبتون يبقى أكيد فطوروا الفكرة ووصلوا إنهم يعملوا قنبلة كهرومغناطيسية مخصصة مش بقى حاجة جانبية لا ده هي جاية بهذا الهدف يعني. ده آخر حاجة. والله ده وصلوا حاجة. أحدث حاجة بس لسه هيخلصوها عن معلوماتي إن هي في خلال سنوات قليله نعم. حاجه احدث بقى لان لقوا ان برده القنبله دي لها تاثير خطير نعم. عليهم هم نفسهم نعم. لان لما الموجات الكهرومغناطيسيه ما بتفرقش بين طياره بتاعتي وطياره بتاعتك نعم. او جهاز وجهازك نعم. خاصه لو كان في قوات على الارض نعم. فدلوقتي بيفكروا في صاروخ صغير الصاروخ ده يضرب الدبابه مش هيخرم الدبابه مجرد بس هيضرب فيها وبالتالي يعمل دايره حواليها تقطع جميع الايه يعني تعمل نفس الشيء بتاع القنبله الكهرومغناطيسيه تدخل في جسم الدبابه يعمل تيار كهربي جامد يبقى وظك الاجهزه تقف الدبابه مش اي قيمه. طيب انا يعني طمعان ان انا ايه تاني يعني انا كنت زمان مثلا كنا بنسمع عن من حوالي كذا سنه كده حرب الخليج والطياره الشبح الامريكيه دخلت الشبح الامريكي ده معناه انك انت دي اقوى طياره في العالم ده اقوى حاجه ده اخترعوا حاجه جديده في هذا المجال. والله هو طبعا الطياره دي هو طبعا سموها شبح على اساس ان اي طياره في الدنيا بنشوفها بالرادار نعم اشوفها بالرادار اوجه عليها الصواريخ ادمرها
فسميت شبح لاني افتح الرادار، مفيش شايفينها بعينينا لكن مش شايفينها على الرادار. وعشان كده هم كانوا بيشغلوها بالليل على اساس ان هي مطليه بماتيريال بتمتص موجات الرادار. فالماتيريال لونها اسود، فالطياره لونها اسود، فلو بالنهار هتبان، فممكن تضرب يعني بالمباشره يعني. لكن دلوقتي في حاجه تانية اتعملت، انه بيعملوا حاجه اسمها البلازما ستيلس. دي امريكا اللي بتعملها، امريكا عملتها. بلازما ستيلس دي عباره عن نظام ان انا لو واجهت الطيار، وطبعا هذا كلام عملوه بعد ما تعرف ان روسيا وقعت طياره في صربيا من شبح ايام حرب البوسنه والهرسك. فطوروا ديت الطياره بتك حواليها هاله من الغاز المؤين. الغاز المؤين ده عباره عن شحنات موجبه وشحنات سالبه. لو اي اشعاع راداري سقط عليها تمتصه، تبتلعه ابتلاع، وبالتالي يبقى شبح بطريقه اخرى. نعم. الحاجه الثانيه بقى انه عملوا نظام اللي هو يسموه اخفاء الرؤيه، يعني ما يقدرش يشوفه بعينيه. نعم. وبالتالي دي حاجه جديده طبعا عملوها. بس روس عملوا بصراحه حاجه تانية ضدها خطيره جدا جدا يعني. نعم. قال لك الطياره بتطلع من العدم بتاعها هواء سخن. ايوه، هواء سخن دوت طالع من توربينه، يبقى عامل تربل، عامل دوامات. الهواء الطبيعي الحراره فيه منتظمه. نعم. لكن الاماكن اللي طالعه منها الهواء السخن دي يبقى حرارتها مش زي اللي حواليها. فعمل استخدم علم الرياضيات وعلم الديناميكا الحراريه والكوانتم ميكانكس، وعمل موديول بحيث انه يستقبل الحراره بتاعت المنطقه اللي حواليه. المنطقه اللي فيها تيربلنس او اللي هي دوامات تبقى دي مركز الطياره. نعم. يبقى مش عايز رادار، مش يعرف مكانها فين، بس برنامج حاسب ويروح موجه الصاروخ عليه دمر كده الطياره بدون رادار. ولسه طبعا. لا لسه طبعا. كل المجالات طبعا. يا رب في يوم من الايام كده يبقى عندنا هنا بحث علمي، نلاقي نفسنا بنخترع حاجات مختلفة في والله عدة. إن شاء الله نتمنى شاء هذا والأمل كبير يعني إن شاء الله. دكتور ماهر حسن وصفي، الأستاذ الفيزياء بكلية العلوم جامعة السويس، شكرا جزيلا حضرتك، ونورتنا ونورت أمرك. عقولنا على الصبح. لا تحت أمرك يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. تحت أمرك. كل الأمل في مصر والمصريين إن احنا نهتم بالبحث العلمي، هو ده أملنا الوحيد، إن بلدنا تتقدم إلى الأمام وتبقى في الصفوف الأولى. يا رب ده يحصل. نهاركم سعيد.